محاولات كثيرة منذ اندلع بما يعرف بطوفان الأقصى لجر مصر للحرب بأي طريقة، ثم دعوات لإعطاء سيناء لأهالي غزة لإنهاء الصراع والقضية للأبد، الأمر الذي قابلته جمهورية مصر العربية وشعبها بالرفض التام والنهائي. وإن مصر وشعبها على استعداد تام للوقوف بجانب فلسطين وفتح البيوت المصرية للفلسطينيين في أي وقت، مثل ما حدث مع الأشقاء السوريين واليمنيين والسودانيين وغيرهم. ولكن إعطاء جزء من سيناء سوف ينهي القضية الفلسطينية إلى الأبد، وهذا ما لم يسمح به أحد من الشعب المصري أو العربي، بجانب رفض أهالي غزة هذا الحل تماما وتمسكهم بالأرض. ورغم ذلك، ورغم الرفض النهائي لهذه الفكرة، محاولات كثيرة لدفع مصر للدخول إلى الحرب بأي طريقة، وجاء ذلك بعد تعرض الأراضي المصرية لثلاث ضربات خلال أسبوع على خلفية الحرب بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في غزة. تباينت ردود فعل رواد التواصل على قصف أحد أبراج المراقبة عن طريق الخطأ في رفح، ثم سقوط جسم غريب في طابة اليوم الجمعة، وبعد ساعات من وقوع حادثة سقوط مقذوف مجهول قرب محطة الكهرباء في مدينة نويبع الساحلية على البحر الأحمر. قالت الوزارة في بيان رسمي لها إنه تم الدفع بعشر سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع سقوط جسم متفجر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة داخل مدينة طابة في محيط السكن الإداري للعاملين بالمستشفى والإسعاف في محافظة جنوب سيناء. وتابعت أنه تم نقل 6 مصابين إلى مستشفى طابة المركزي، وكانت جميع الإصابات طفيفة وغير مهددة للحياة، حيث غادر المستشفى 4 مصابين بعد تلقي العلاج، ومن المنتظر خروج باقي المصابين خلال الساعات القادمة. وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد دعا المواطنين الإسرائيليين إلى مغادرة مصر ودول عربية أخرى على الفور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب مع غزة المستمرة منذ 7 من أكتوبر الجاري. وقد طالب رواد التواصل بإعلان نتائج التحقيق فورا بعد سقوط طائرة مسيرة في مدينة طابة المحاذية للحدود الإسرائيلية، وبالتحديد التي تقع بالقرب من ميناء إيلات، فيما سرع بعضهم القول إن إسرائيل وراء هذه الحادثة. فقد كتب أحدهم على فيسبوك: ادعاء أن الصاروخ الذي ضرب طابة بالخطأ ادعاء كاذب طبعا، والمسافة بين غزة شمالا وطابة جنوبا حوالي 350 كيلومتر تقريبا، فكيف تضرب إسرائيل باتجاه الأراضي الفلسطينية والضرب يصل إلى مدينة طابة التي تقع في الاتجاه المعاكس؟ بينما زعم آخرون في منشوره أن طيارة ترمي مقذوفا في الجبال المصرية قرب محطة كهرباء نويبع، الطيارة دخلت الحدود بكل سهولة وضربته خرجت بكل أمان. وغرد مصري آخر: طائرة أسقطت صاروخا في جبل نويبع، لو طاب بالغلط في نويبع تأكيد على نية الحرب. لكن آخرين عبروا عن ثقتهم في القيادة المصرية وأنها قادرة على اتخاذ القرار الصحيح بعد انتهاء التحقيقات، ولم تخلو تعليقات البعض من الكوميديا السوداء. فقد اعتبر البعض أن الرد المناسب على قصف برج المراقبة يكون عن طريق الخطأ كما أعلنت إسرائيل عقب الحادث. يذكر أن الجيش المصري أعلن اليوم الجمعة أن طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابة، ثم سقط مقذوف في مدينة نويبع جنوب سيناء على البحر الأحمر. ويوم الأحد الماضي وقعت بعض الإصابات الطفيفة في صفوف القوات المصرية على الحدود مع إسرائيل نتيجة قصف عن طريق الخطأ من دبابات إسرائيلية من دون أن يحدد عدد الجرحى. وحتى الآن لم ترد القوات المسلحة المصرية على كل ما يحدث، وتستخدم سياسة ضبط النفس حتى لا تنجر إلى هذا الهدف الخبيث، وهو دخولها كطرف مباشر في الحرب الدائرة حاليا، ويكون ذلك على حساب أرض سيناء. ولكن بدأت في نشر العديد من القوات المسلحة باتجاه معبر رفح وعلى طول الحدود المشتركة مع قطاع غزة وإسرائيل لفرض السيطرة الكاملة وبالقوة دفاعا عن الأرض ضد أي محاولات للاعتداء على السيادة المصرية. فسوف تكشف لنا الساعات والأيام المقبلة ما الذي تخطط له مصر لإنهاء كل هذه المسرحية.